سمية في شهر طلطان اعتقلوا الطفل قاصر
من الوقفه السلميه، تعرضنا للاعتداء وجينا عندهم غينا، جيت عندهم باغينا في صداق طفل، وجاو جاو قبضوني تما يبطوني، جاو هذاك الطفل باش يطلسوه، ما بغاو يطلسوه. صح جمعت الجماهير الصحراويه كامله وداروا وقفه سلميه وشدوا الشعارات اللي منهم لا بديل لا بديل عن تغير المصير. صح جات القوات المساعده، وجات القوات اللي منهم لا يحصى، جا زي المدني، وجا تدخل همجي وقبضوني انا، وتكافصوا علي، طلعوني في الصافيط وتكافصوا علي، تم يقولوا لي شي من الكلاب شي كاع مين قال، وبطوني ولاحوني زوقوني في الخلو كل الوطن والشهاده. وفينا راه تحفال تتصفي سمعتي ضعيف، ولا عندي شي ولا تحرك ولا توقف، ولا نفضوها في مطار طرحوها ولا في الزين، وكاروسه ترى هذاك تقولها سمعتي يا بابا، وانا شتي شعار ديرو لي راه تحفيه سمعتي يا بابا، قلت لك عليها نرجع وطبعا الطفيلات ومن من نفخوا فيه، ولا خالك شي ما عدلوا له، ولا خالك شي ما جاو شي متدخل السريع عمه وطرش، وذاك يعدلوا البارحه لا يعدلوا لهم من جهنم يا تسمع، والطافيلات مخبطات بعينيهم على الجهاد، مخبطين على فرعيهم، والدار نساح فيها قضوا علينا بالصباح، وجاونا من عندنا ونزلنا لهم الشراجب وهجموا علينا، ما هم دار فينا شربات من الماء، ما انا سارقين بالحجار ولا انا متكلمين معاهم، ولا ظلما وعدوان، ومكلين عليهم الله تبارك وتعالى. وخلي على دراهم واللي هابش وراه مصروف دار. الله يسامحك يا شيخ، شافتي المخبطه عيطيني، عيطي الطفل المخبطه كراه شنو هي؟ كل البارح في شارع طنطان في دار اهلي، تمين هجموا علينا ذي الهو، سرسكوا البيبان وسرسكوا الشراج ودخلوا علينا، دخلوا على الوالدة تصفي، لفخوا فيه ولفخوا في الطافيلات، وهجموا علينا هجوم يعوذ بالله، ورافدين السيوف ومسرسكوا الشبيك ديال الشراج ملاب السيوف، ونزلوا علينا الحجار من الضوايات، ولا خلاه شي في الدار ما دقدقوا، وطمعينا على الوالدة تصفي متعم، خاطين على ليداد هوام، ودايرة التيوات مزال ديال التصفية متعم، كامل ردحوا فيه. وكيما في مولان متعدين ومولعين راه عام خاطرنا على الرخص. احنا اليوم جاينا لدار الخليل، اغنينا ام الشعب الصحراوي اللي مبطوطه البارح ظلما وعدوانا. خلص عود حباها، عود حباها قريب منك. احنا اليوم عند غلينا بالتنفضيل ام الشعب الصحراوي، ونستنكروا ذا اللي خلق لها اليوم في دارها، اللي خلق لها اليوم اللي بلاد الذي لا اله الا هو، يا حيتنا اليوم ورانا الحمار ما تلات شيء على خلاف، خسر ذا النهار يفوت، الا نهار واحد وفوتوه، احنا كبار فينا اليوم غنينا راعيها اليوم مرفوع فيها البارح، ومدقدقه والدار مدقدقه، اليوم نستنكروا ذا الفعل الهمجي، نستنكروه رجس الديار، موت الكهنان والكهونة والطافيلات والمعوقين للي يخلق لهم، اليوم رانا مستنكرين وفي عين حي العلم، في عين حي العلم رانا نستنكروا، واليوم حياتنا ما تلع وين فيها، ما تلع عين فيها اليوم، ورانا الحمار ولا ورانا لينا ولا ورانا اللي سبقها ومزاله يعقبها، اليوم عندنا النهار واحد احنا هذا الصحراء، رانا واحدين الشوارع، أنا تسدو الشيء، أنا نحطو روسنا، ولا نحطو مقبرة، كيف قد قلناها؟ هذا ما هو شيء نحمل، هذا ما هو شيء نصبر، هذا ما قطعة من العلم، هذا اليوم أتي هذا الظلم، ذا الظلم اليوم، وذا العمل الهمشي، هذا ما يقبل ولا يقبل، ولا عاد يقرينا في حياتنا، ولا يا من حضر ويا من وقف
تعالوا تشوفوا هذه الام وهذه الاخت اللي اليوم اكياني انا وعمري 80 عام وهي هذا المنكر راهو يا اخوي وغير انا مسلحين وغلاف هذه المسلميه ونطلبوا لنا حقوقنا ونطلبوا لنا الوقف اليوم رايح يا سري يا من حضر هاي المنكر هاي المنكر هاي